اللي معهوش فلوس زي اللي معاه فلوس طبعا. لازم كل واحد ياخد الرعايه الصحيه بتاعته متكامله طبعا. هيفضل لي بقى حاجه. اتفضل معاك. انا واحد من الناس لو حد كشر في وشي بتبقى مشكله، يعني ما تعالجنيش بس عاملني كويس كويس جدا. وهقول لك بمنتهى البساطه، احنا تعود، يمكن اكبر منك في السن حبتين، احنا تعودنا في مصر انه الخدمه لو مجانا لازم يقابلني ناس كشره ولازم يعاملوني وحش ولازم يدوسوا عليا قوي. السؤال بقى اتفضل، ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير بقى ان احنا بقى دلوقتي عندنا هيئه اسمها اداره عامه، انا اسف، اداره عامه اسمها الاداره العامه لارضاء المنتفعين، مش موجوده قبل كده خالص، موجوده بره بشكل واضح جدا. في ناس تقول لك حاجه اسمها السي ار ام، حاجه ليها علاقه بعلاقات المرضى، وناس تقول لك حاجه ليها علاقه برحله المريض وخبرات المريض، تتقسم كده بره مصر. انما انا موجود في مصر دلوقتي اداره عامه لارضاء المنتفعين، ليها خط ساخن لاستقبال الشكاوى، ليها كمان يعني شانلز كتيره، قنوات كتيره جدا لاستقبال الشكاوى، مش بس عن طريق خط الساخن بتاع الهيئه العامه للرعايه الصحيه، ده كمان عن طريق شكاوى مجلس الوزراء باهتمام باين جدا من دوله معالي رئيس الوزراء، كمان عن طريق الرئاسه ومؤسسه الرئاسه باهتمام باين جدا من القياده السياسيه. حضرتك متخيل ان من اول راس موجوده في الدوله لاصغر حد بيهتم بشكوى الخدمه الصحيه، واحنا كهيئه عامه للرعايه الصحيه عندنا اداره عامه دورها بس ارضاء المنتفعين. الوضع ده عمره ما حصل. ده بالمناسبه المؤشر اللي اسمه ارضاء المنتفعين ده مؤشر صعب جدا، لان دايما الجمل اللي بتتقال من بق حضرتك غير اللي موجود جوه حضرتك، اللي ستيتد غير الان ستيتد، اللي انت بتبلغني وخاصه جوه المستشفيات. انا جاي النهارده مش عايز اقول حاجه غير ان انا كويس، وممكن من جوايا اقعد العن في سلسفين اي حد، بس عايز اخلص وامشي فعلا، انا عايز اطلع من هنا بس من جوايا. فتخيل حضرتك بقى احنا عندنا مؤشر، يعني مؤشر من الاداء، من معايير الاداء، ان انا ببص على ارضاء منتفعين اللي موجودين على الارض. ففي مجهود رهيب جدا مبذول. طيب عندنا الكلام دوت موجود سنترال، يعني موجود في رئاسه الهيئه، وموجود على الارض في المستشفيات والوحدات والمراكز، طاقم كامل وبيعمل سيرفي. هقول لحضرتك رقمين. الرقم الاول ان انا عندي نسبه ارضاء المنتفعين، ودي حاجه صعبه جدا تتقاس، وان كان ان احنا بذلنا مجهود رهيب جدا فيها، بتصل لاكثر من 90%، ورقم محترم جدا في ارضاء منتفعين في اداره خدمه صحيه على الارض. الحاجه الثانيه وهي الاهم، لك ان تتخيل معليك ان انا بقى نسبه استجابتي للشكاوى اللي بتيجي من المنتفعين، يعني انا الاول ارضاء منتفعين انا ما بوصلش للمنتفع ان هو يشتكي، انا من الاول بحاول احل. لك ان تتخيل بقى حضرتك ان انا النهارده ده نسبه استجابتي بقى اليوم، لو لا قدر الله اشتكى، لو لا قدر الله اشتكى، احنا عمرنا ما كنا بنبص على الايتم ده، ده من ضمن الحاجات اللي فرق يا فندم. النهارده بقى لو هو اشتكى انا بتكلم نسبه استجابتي ليه والله اكثر من 96%. طب الشكوى لو جت من الخدمه نفسها والعلاج، سهل اظن ان احنا نقدر نحقق فيها ونشوف اوجه القصور طبعا. لكن الشكوى لو جت من المعامله هتعمل ايه؟ هنعمل تدريب مستمر، بيحصل في الارض بيحصل في الارض. واللي عاملني وحش هتعمل فيه ايه؟ لا، ما هو اللي عامل وحش ده في طرق كتيره جدا للتعامل معاه، ومش هيبقى هو الدايم ولا هو السيد، ده يبقى حد قد شكله مختلف في المنظومه. لان خلي بال حضرتك الدكتور مش هيعمل وحش في المطلق، التمريض مش هيعمل وحش في المطلق، احنا في قسم حالفينه ان احنا مش هنتعامل بالشكل ده الا اذا كان في ضغوطات رهيبه. انا مش جاي من السماء، بالعكس ممكن يحصل ويحصل شد ويحصل جذب ويحصل مشاكل، وارد جدا عشان الضغوطات اللي موجوده، لكن هتلاقي معظم المشاكل ليها علاقه بامن، ليها علاقه بفرض اداري، ملهاش علاقة لا بدكتور ولا بتمريض ولا خدمات مساعدة. الناس اللي هم عارفين ان المريض دوت هو احنا مسؤوليتنا المريض ومش عايزين غيره، كل الناس التانية مسؤوليتهم المريض مش عايزين غيره، بس هم دول اكتر ناس بيحتكوا بالجمهور. فانا ما بوصلش المرحلة ان فرد امن يبقى موجود. يوميا عندي تدريبات لافراد الامن والافراد الادارية يوميا، ان في مشاكل، ان في طريقة تعامل مع الناس. والمناسبة يوميا في مشاكل، لان في فلو، تتكلم في ادارة خدمة صحية بيئة عمل يعني على طول متحركه فيري ديناميك، فانت مستحيل يبقى عندك 10 20 30 40 واحد جايين في نفس الوقت وهتحاول ترضي ال 30 40، بس تقدر تقلل من حجم المشاكل لحد ما تنعدم. بس ان انا اقول لحضرتك مش هتنعدم، احنا عايشين على الارض مش في الجنه. اكيد يعني اكيد هي انا الهدف بس من سؤالي ان انا عايز افهم الامور بتمشي ازاي. يعني طب انا النهارده لو جالي شكوى وانا الدكتور محمد سامي هتعامل معاها ازاي؟ طب ولو الشكوى جات لي من طبيب هعمل ايه؟ وهحاسبه ازاي؟ واليه محاسبته؟ واضمن ازاي انها ما تتكررش ولا منه ولا من غيره؟ شوف حضرتك، يعني هو طبعا في يعني في تبعيات
لقرار احنا بناخده. انا النهارده جت شكوى، جت هي بصرف النظر شكوى من مين بصراحه، يعني جت الشكوى من منتفع على فرد من افراد المنظومه. المنتفع بالنسبه لي كلامه مصدق جدا، وافراد المنظومه انا عندي يقين ان هم مش يعني مش هيبقوا عندهم نيه مثبته ومسبقه ان هم يعملوا كده في المنتفع، لكن في خلافات حصلت. لكن اداريا احنا بنحاول نحتوي الموقف ايا كان مين المسؤول عن الشكوى اللي قدمها المنتفع، بنحتوي الموقف. اولا بيتم التحقيق فيه والدراسه، دلوقتي بقى عاجل جدا وسريع. ليه يا فندم؟ لان انا عندي حاجه اسمها تقييم مؤسسي. التقييم المؤسسي ده انا بعمله وبرفعه لرئاسه الهيئه، ورئاسه الهيئه بتؤدت عليا في اللي انا بعمله. حضرتك متخيل؟ يعني النهارده الاداري الفلاني كل فرد داخل المنظومه بيقيم شهريا بتقييمات كلها حاجات سوليد تقدر تقيسها بشكل واضح. ده عمل كام شكوى وكم شكوى ترد عليه، وكم شكوى من سوء أدائه، وكم شكوى من سوء المعاملة. حضرتك متخيل ان ده بيحصل في مصر؟ بيحصل في مصر في هيئة الرعاية الصحية. كل حاجة وكل مؤشر أداء بيتقاس وبيتبعت. فأنا النهاردة بكلمه في تحذير شفوي وبحاول احتوي الموقف. الحاجة التانية، انت عندك تقييمك، انا هنقصك من تقييمك، والتقييم ده بيسمع في فلوسك، وانا مش عايز اربط دي بدي. فالتقييم المؤسسي، وبعدين التقييم المؤسسي الموضوع ما فيهوش شخصنه، مش عشان محمد بيحب ابراهيم فمحمد هيدي لابراهيم درجه كامله، لا طبعا، ده محمد بيتعامل مع ابراهيم بحاجات كلها يعني معايير كلها متقاسه بشكل واضح جدا، مؤشرات اداء متقاسه بشكل واضح جدا. طب النهارده محمد جامل ابراهيم، لا في فوق محمد اكبر واحد بقى اكبر منه اسمه احمد، هيجي راجع على شغل محمد، ده في فوق احمد. حضرتك متخيل؟ يعني احنا بنقعد في التقييم المؤسسي فتره. وانا رايي كمان ان التقييم المؤسسي ده يعني من اهم مكاسب المنظومه، ان كل الناس عارفه ان هي بتقيم وبيعاد تقييمها. واحنا كمان مش هدفنا ان احنا نخصم قد ما هدفنا ان احنا نقوم، لان معليك ما حدش بيغلطش، كلنا بنغلط. ولما بيئه عمل بالشكل ده هنغلط وهنفضل نغلط، بس لما تقييمنا يخلينا نقوم ونتدرب صدقني مش هيبقى في مشاكل قوي. طيب دكتور، اولا انا بشكرك على اللقاء، وعايز استاذنك ان احنا عاوزين نقعد شرف. نلف جوه المجمع ونتفرج ونتكلم مع كمان المنتفعين، مش عايز اسميهم المرضى ولكن طبعا. المنتفعين طبعا. اللي يخرجوا من هنا اصحاء باذن الله ان شاء الله. نتوكل على الله. نتوكل على الله. اشكرك يا دكتور محمد، فرصة شكرا ليك، شرفت بجد.